اهلا بحضراتكم مره ثانيه. قفاز الاجاده في الملعب تحول الى قفاز اجاده خارج الملعب، لانه الزمالك في وقت كان صعبا جدا مع نهايه الموسم وبدايه الموسم هو شاغل منصب نائب رئيس اللجنه التنفيذيه في فتره من اصعب الفترات اللي ممكن تعدي على اي حد يتولى منصب في هذه الاثناء. الكابتن حسين السيد نجم الكره المصريه والزمالك هو ضيفنا النهارده. كابتن حسين اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك كابتن هاني. اخبارك ايه يا كابتن؟ الحمد لله كله فل. كله بخير؟ الحمد لله زي الفل. طيب هنتكلم في نقاط كتيره جدا عن منصبك السابق اللي لسه سايبه حضرتك من ايام. ولكن قبليها هنتكلم كمان عن الناحيه الفنيه. ببارك لك النهارده فوز الزمالك على الجونه واعتلاء الصداره بشكل منفرد. الحمد لله، وبنبارك لجماهير نادي الزمالك اللي دايما واقفه وبتشجع نادي الزمالك، وبنبارك للعيبه ومجلس اداره والجماهير والجهاز الفني وكل الناس اللي بتدعم دايما نادي الزمالك لاول مره اعتلاء، ونتمنى ان هي تستمر ان شاء الله كده لنهايه الموسم. نظر انه السنوات اللي فاتت الزمالك يبدا الموسم بهذا الكم من المباريات اللي بيكسب فيها بشكل متتالي، دايما بيرجع او بيدخل في المود متاخر فبيكون ضايع نقط كتير. السنه دي الزمالك داخل في المود بتاع الفوز مبكرا، ايه اللي شايفه مختلف؟ الاختلاف حاجه بسيطه جدا، ويمكن دي اهم عوامل اي نجاح اي فريق، اللي هي الهدوء والاستقرار. احنا الحمد لله لحقنا كل الناس اللي موجود، لما بتكلم باحنا دي مش انا او اللجنه التنفيذيه او مجلس اداره، كل المجموعه كل المنظومه لحقنا بدري ان احنا نوفر عوامل الاستقرار والهدوء للفريق، وان احنا نحافظ على القوام بتاعه، ان مفيش حد يشت او يخرج او يشز عن المجموعه. ايوه، وهو ده اعتقد وجهه نظري العامل الاساسي. ومعانا مدرب مدير فني فاهم، يعني انا قعدت معاه مرتين، الراجل دوت حسيت ان هو راجل فاهم وبيخاف على شغله وامين في شغله وعادل وصريح وعايز يكسب. مش جاي يهزر يعني، او مش جاي ياكل بس عيش. كنت يعني في بدايه ما مسكته المسؤوليه فكرتوا انه ممكن نشوف هنبدل ولا هيكمل؟ النقاش تم ازاي ساعتها لحد ما استقريتوا على انه لا، باشيكو هو اللي مكمل الموسم؟ لا، النقطه دي ما اثرتش خالص واحنا موجودين، يعني ما كانش في اي بادره ان احنا نتكلم في ظروف الراجل او نتكلم على باتشيكو خالص. النقطه دي ما كانتش محطوطه للحوار اصلا. تمام. الكلام كله كان الهدف الرئيسي من وجودنا احنا كلجنه كانت تنفيذيه كمان بالاخص، وخاصه الكرويين في اللجنه. تمام. اللي هم الكابتن ايمن يونس وانا والكابتن عادل عبد الواحد، كان دايما همنا الاول ان احنا في وجودنا ان احنا نحافظ على القوام، ما نخليش زي ما قلت لك ان احنا حد يخرج بره المنظومه او حد يخرج بره الفريق هيعمل دروب كان كبير. الجيل دوت كان همنا ان احنا نحافظ عليه. ليه؟ الجيل دوت جيل متميز. ايوه، جيل عنده روح البطوله، عنده شخصيه البطوله، عنده حاجات ومواصفات بتفكرني بجيل الاحلام بتاعنا بتاع التسعينات. فعشان كده كان همنا الاول فعلا، ودي حقيقه، ان احنا نحافظ على القوام ده، ما يخرجش منه اي حد باي حال من الاحوال. ده رغم ان انتوا جيتوا في، يعني بتقول ما يميز الفتره دي الهدوء، رغم ان انتوا اصلا بداتوا في مرحله مش هادئه على الاطلاق. كل الكلام من حواليكم بيوضح ان في مشكله. لعيبه لسه ليها مستحقات، عقود لعيبه مهمه بتنتهي قبل او بعد خساره دوري ابطال افريقيا وتوديع بطوله الكاس. عملتوا ايه من اول ما توليتوا المسؤوليه علشان تهدوا الاجواء زي ما قلت؟ الفكره كلها يا كابتن هاني احنا بنتكلم في ايه؟ الفتره احنا قعدنا 3 4 اسابيع او ممكن يكون شهر واسبوع او حاجه زي كده. الفكره كلها انك تبتدي منين؟ لازم تحط لنفسك اولويات، وهو ده اللي احنا حطيناه، وهو ده اللي احنا عملناه. كل الكلام ما كناش بنشغل نفسنا دايما بالميديا بره. الميديا اللي هتبطل ولا هتبطل، يعني مش هتبطل كلام، وانت مش هتبقى فاضي انك ترد اولا ولا تقعد تسمع للناس اللي بره. احنا كان عندنا هدف واضح وصريح، هو ازاي نحافظ على القوام ده. فاحنا حطينا اولويات وعملنا بيها ورق يعني مكتوب. اول اولويه لينا كان عندنا نبص مين اللعيبه اللي الموسم بتاعها اخره ده. تمام. اللي هو 2021 كان عندنا 4 لعيبه والخامس بتاعهم في رجال. تمام. كان شيكابالا، كان جنش، كان اوباما، كان فتوح. تمام. والحمد لله يعني خدنا 3 اسابيع، وكان شغالين برضو مع فرجاني، لان فرجاني الموضوع طول شويه لان كان في وكله وكان في ارقام بتاعته اللي كان بياخدها، وكان في ليه فعلا مستحقات من السنه اللي فاتت ما بنلاقيهاش. قد ايه مستحقات من السنه اللي فاتت ما خدهاش؟ اللي موجود اللي على الورق كان مليون و400 مليون و400 الف يورو. يورو. تمام. الناس ساعتها قالت ما هو بياخد كام في السنه، ولا دي مستحقات اللي هي مكافآت كل مستحقات. بص التفاصيل بتاعتها كانت مع الاستاذ طارق حشيش كنواحي ماليه. أيوه. انما كل اللي كنا عارفين ان هو كان ليه الرقم ده. فحته ان انت تقعد تتفاوض بقى معاه، طب احنا عايزين نسدد الاول اللي ليك، فنتفاوض في تجديد ولا نتفاوض في التسديد؟ فالموضوع دوت كله كان متشابك في بعض. فعشان كده سلكتوها ازاي الشبكه اللي ابتدينا الاول؟ قلنا طب بص احنا دلوقتي بنبتدي، انت خليتني ابتدي بالاربعه، نبتدي بفرجاني. بالظبط. لا
لازم نسدد اللي علينا الاول وبعدين نبتدي في التجديد. فبصراحه يعني اللي تعب في الموضوع ده طبعا مجلس الاداره ومعاه المسؤول كان عن النواحي الماليه الاستاذ طارق حشيش بصراحه يعني حقيقه لغايه ما وفرنا له تقريبا 85% 90% من المبلغ ده. تمام. الجزء الباقي ده كان موضوع تاني برضو كنا المفروض ان احنا بنتناقش فيه معاه ومع الوكيل بتاعه، لان كان في السنه اللي فاتت جه ضرايب مستحدثه جديده اللي هي ضريبه دمج او رسوم فنيه حاجه كده تقر في البرلمان بالظبط كده. فازاي بقى نخرج من دي قانونيا؟ دي برضو كانت الاستاذ طارق حشيش كان بيتولى. وصلتوا فيها لايه؟ وصلنا فيها وصلنا فيها لتوافق. تمام. لتوافق. فانما اللي كان اللي انا كنت اللي انا عايز اكد عليه في المرحله دي كلها يعني ان الولد ده فعلا يعني انا يعني كلنا حبيناه من قبل ما نشوفه حتى، لان هو كان دايما تحس ان هو زملكاوي ومتربي في الشقين عندك في النادي، كان بيحب النادي الزمالك جدا وكان متمسك الى اقصى درجه. واحنا برضو كذلك بادلناه نفس الشعور. أيوة. وكنا متمسكين بيه لاقصى درجه. انما احنا برضو كان في الاول وفي الاخر يعني احنا كان لينا ليميت كنادي زمالك. ايا كان القديم خلاص ردمنا عليه وسددناه وسويناه ووصلنا لتوافق. المهم بقى في الجديد. أيوة. طيب احنا عايزين طب احنا وصلنا معاك واحد اثنين ثلاثه وصلنا فعلا لاقصى ما ممكن ان احنا نديه الفرجاني ساسي. اقصى ما يمكن ان تدوه ده مبني على ايه؟ مبني على رواتب بتدوها للاعبين التانيين ولا مبني على اللي موجود في الخزنه؟ حاجات كتير. انت لما تيجي تجدد لعيب لازم بتبص للي حواليك. اولا يعني ببص لامكانياته، استفاده الفريق منه، ببص برضه للعيبه اللي حواليه اللي في مركز سعر السوق. واحنا برضه لما روحنا حطينا برضه ليميت او سقف او حد اقصى وكتبنا بيه ورقه وقلنا للنادي للمحليين عشان برضه الناس ما تخلطش. تمام. حطينا سقف للمحليين لان الاجانب برضه كان بيبقى خاضع لحاجات كتير لعوامل كتير واحتياجات الفريق. تمام. وهو مين واسمه وتاثيره في الفرقه. كل الحاجات دي كنا بنحطها. فالمهم ان احنا وصلنا له رقم واتمنى وانا شايف ان الامور متجهه ان هو ان شاء الله ممكن يجدد. قريب الرقم اقصى رقم وصلتوا له قريب من طلباته ولا لسه في مساحه طويله؟ اعتقد ان هو قريب من لا مش قريب من طلباته. لان هو طلباته مش عايز اقول كانت مغالاه فيها. وعلى فكره الولد فعلا ما كانش 2 مليون دولار زي الولد ما قال زي ما اتقال. اعفيني مش هقدر اذكر ارقام. مفيش مشكلة. الفكره كلها الولد ما كانش بيتكلم في ارقام خالص. المشكله كلها كانت دايما اللوكال هي اللي بتطلب وهي اللي بتتكلم. وهو طبعا ده دي حاجه كويسه ان الوكيل دايما هو اللي يتكلم عشان هو دايما يبقى اللي في الصوره يفصل بين اللعيب ان هو يتكلم في ارقام او ممكن يكون محرج او الكلام ده كله. انما دايما الوكيل هي اللي بتتكلم. كان في نجوم زمالك اتكلموا في انه ما هو برضه يا جماعه لازم نحسبها بالعقل، هل اللاعب اللي بيلعب جنب فرجاني هيقبل انه الرقم يبقى بهذا الفارق الكبير ما بين اللي بيلعب جنبي وانا؟ هل دي نقطه فكرتوا فيها؟ ما دي احد المعايير الاساسيه. انا مش عايز اعمل مشكله في الفريق. انا لما ابقى مثلا لعيب، لان احنا كلنا لعيبه كوره وكلنا كنا عشنا الامور دي، انا لما ابقى مثلا بيتجدد لي بجنيه واللي جنبي بيتجدد له ب 10 جنيه مش هيبقى فيه حتى ما لو حطيت في الاعتبار ان ده اللي هيكسبني. كل الحاجات دي ما بتحطش في الاعتبار. لازم بتبقى الامور ريزونبل مناسبه يعني منطقيه وعقلانيه يعني. ان انت تبقى ده مش الفرق مش كبير. مع الوضع في الاعتبار ضرب برضو ان احنا ما كناش عاملين فرق كبير خالص. تمام. يعني الرقم اللي احنا عرضناه هو ده كان فعلا اخرنا. لان احنا عارفين ومتاكدين ما فيش حاجه بتستخدم. انتوا فكرتوا كده؟ هل اللعيبه نفسها جت قالت لكم في يوم من الايام هو فعلا الارقام اللي بتتقال دي انتوا ناويين تدفعوها واحنا بناخد كذا؟ لا 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 خالص. ما تسالتوش لا 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 اي لعيب؟ باعتبار ان انتوا نجوم كوره فاللعيب ما بيتكسفش ان يجي يقول حاجه زي دي للعيب كوره زيه سابق ونجم كبير. اولا دي ما حصلتش في الجوده، ممكن تكون الله اعلم انما ما حصلتش في الفتره اللي احنا موجودين فيها. أيوة. وانا استبعد ان اي لعيب ذكي او لماح انه هيقول حاجه زي كده. هو حتى لو متضايق مش هيطلعها. حتى لو متضايق مش هيطلعها. هو ممكن يسربها، ممكن يفضفض بينه وبين واحد اثنين ثلاثه في الفريق قريبين منه ويقولوا حاجه زي كده. كان بيحصل على ايامنا الكلام دوت يعني بيننا وبين بعض. انما ما بنصعدهاش، ما نقدرش نقولها للمسؤول، لان هو في الاول وفي الاخر يقول لك انا شايف نفس انا شايف ان ده يساوي عندي 10 قروش وانت تساوي 5. صح. فهي العمليه كده. انما احنا قسنا كل العوامل دي هاني وقلنا لا ما ينفعش، لان في الحاله دي هتعمل فورتينا في الفرقه. أيه. هتعمل مشكله لنفسك انت في غنى عنك. توقعك بعد ما سبت المنصب ده واحنا قدامنا تقريبا 6-7 شهور على نهايه التعاقد ما بين اللاعب والزمالك، تتوقع خلال الـ6-7 شهور دول اللاعب هيستمر مع الزمالك اعوام تانية ولا ممكن تنتهي العقد؟ اعتقد هذا.
تعتقد يعني هيكمل؟ اعتقد ان هو ان هو يكمل. هو الولد متمسك فعلا بالنادي، واعتقد ان احنا يعني قدمنا له برضه نفس الشعور المتبادل، وهو بيحب فعلا النادي، فاعتقد ان هو في طريقه للتجديد. ما علمناه انه كان الناس في الزمالك مستنيين مباراه الجونه تخلص على خير، الخير ده اللي هو الانتصار، وبعديها تحصل قعده جديده مع فرجاني ساسي، فقد تتم في الساعات المقبله لحسم التفاوض مع النجم التونسي. الاربع لعيبه بقى التانيين اللي انتوا خلصتوا من القصه وخلصت بشكل هادئ سلس، فاراحت الدنيا بل وفي ناس ربط اهداف اوباما بالتمديد اللي حصل لاوباما. اعتقد هذا، والحمد لله ان احنا نجحنا في الحفاظ او التجديد للاربعه دول بالتحديد، لان زي ما قلت لك كانت خلاص عقودهم هتخلص السنه دي، وهم كباتن الفريق. يعني انت بتتكلم على شيكابالا كابتن فرقه، ليه ادوار تانية الناس برضو مش عايزه تبص لان شيكابالا لعيب بس، لا، اللعيب دايما وكابتن لما بيبقى كابتن فريق بيبقى عليه ليه امور تانية مساعده ومعاونه للجهاز الفني والاداره و و والكلام ده كله. وكلنا عارفين، واوباما برضه كابتن فريق، جنش برضه كابتن فريق، فتوح لسه لعيب صغير وقدامه مستقبل كبير، فكان من والاربعه مش عايز اقول اساسيين، الاربعه اساسيين وعوامل رئيسيه في الفريق، فما كانش ينفع تهز الفريق باي واحد منهم. مين تعبكم من الاربعه وقت التفاوض؟ ملوش لازم، هو واحد بس من الاربعه. واحد بس اللي واحد تعبكم؟ بس من الاربعه على فكره. كان التعب جاي من ايه بما انك مش هتقول اسمه؟ الوكاله يا كابتن هاني هي مصدر التعب لكل اللعيبه. اللعيب لو قعدت معايا انت منك ليه كده، زي ما شيكابالا حصل. احنا قعدنا مع شيكابالا ما كانش عنده وكيل. انا اللي كنت قاعد بمضيه على بياض خمس دقايق. هي لسه كلمه على بياض دي حقيقيه بتحصل في بعض الحالات؟ احنا لما كنا بنلعب ما كانش فيه، احنا كان فيه على بياض. دلوقتي كله لسه فيه على بياض؟ فيه، مش نادرا بقى تلاقيه. نادرا شيكابالا منهم. النوعيات دي، نوعيات شيكابالا. شيكابالا ابن النادي. احنا لما كنا بنلعب درجه اولى، يعني انا افتكر شيكابالا، انا لما كنت بلعب كان في بيقولوا لنا في لعيب في ال 15 سنه، فريق 15 سنه لعيب قوي، ما تيجي نتفرج عليه. كنت بروح اتفرج عليه، انا ما كنت بعد التمرين، كنت اخلص تمرين واروح، ما كنتش اقعد في النادي. كنت اسال بس على ماتشات مباريات ال 15 سنه فين عشان انزل اتفرج على الولد ده. الله. فهو ده ابن النادي. هي دي اللي احنا عايزين نعلمها للاجيال، والكلام دوت كنا احيانا بنقوله للناس دول، يعني قلنا لشيكابالا وقلنا ليوسف اوباما وقلنا لجنش وقلنا لفتوح، لان كلهم ولاد النادي. قلنا لهم انتوا في يوم من الايام هتيجوا تقعدوا مطرحنا. فالمواقف دي وردود الافعال دي هتحكوها وهتبقى دليل وانتوا بتتفاوضوا تمسكوه وتحكوه، وهتعليك قوي عند اللعيب، وانت كلاعب لو ما تعملها هتعليك قوي عند الاداره والجماهير. الحاجات دي ما بتتنسيش على فكره. هل الاهلي كان سبب من اسباب الضيق وانتوا بتتفاوضوا، او صعوبه بعض التفاوضات مع بعض اللاعبين؟ بمعنى ان الاهلي اسمه بيتقال في القعده، فبتحسوا ان في ورقه ضغط بتحصل عليكم؟ لا لا خالص، الاهلي لما يعني ما اشترف في الموضوع ولا حد جاب سيرته ولا ذكر اسمه، يعني مع احترامنا طبعا الاهلي يخش يتفاوض مع اي حد، بس ما لا خالص في الاربعه دول او في غيره او في الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها ما ذكرش اسمه خالص ان هو داخل بيتفاوض، او في حد بيتكلم، او حتى تسريبه من الوكاله بتاعت اللعيبه اصل جاي له عرض من فلان. لا 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 لا، كان دايما كلامهم عرض من بره. بيعلوا برضه سعر اللعيب بتاعهم وهكذا. شيكابالا نفسه وهو بيمضي على بياض كان فعلا لما بصيتوا على العقد بتاعه اتفاجئتوا او اتصدمتوا بالرقم القليل اللي كان بيتقاضاه، ولا كان رقم عادي كويس؟ لا انا كنت موجود في موسم 17 18 لما شيكابالا كان لسه راجع، لما رجع من سبورتنج لشبونه. ده كان بيدفع فلوس، ما كانش بياخد فلوس. شيكابالا عقده كانت عنده مشكله مع في النادي اللي راحه، كان في غرامه مليون دولار، فكانت مشكلته عقده مكلكع. يعني انا لما قريت عقده مكلكع حقيقي، كنتش فاهم في حاجه لغايه اما فعلا، لان الراجل ده بياخد فلوس بلاش، 100,000 و200,000 وحاجات زي كده، وبعدين يطلع عليهم، يطلع في اخر موسم مديون بيهم خصومات وهكذا، انما فعلا ما كانش بياخد. ما كانش فيه مشكله، يبقى المشكله كانت مع الثلاثه التانيين، لكن مش مع واحد من الثلاثه التانيين، واحد من الاربعه. واحد من الاربعه هو شيكابالا. خلاص اتشال، مستحيل يكون بعد كل ده اللاعب هو شيكابالا. شيكابالا قعد 15 دقيقه كتير. طيب باقي الملفات اللي تولتها كمسؤول داخل نادي الزمالك هنتكلم عليها، لكن بعد ما نروح للناحيه الفنيه شويه. النهارده الفوز على الجونه جيب هدف، بعد الهدف ده بقت هجمات مرتده خطيره للزمالك، لكن باسلوب انا خدت اللي انا عايزه ولسه مسيطر بشكل ما، لقيت نفسي بضيع فارجع اامن شويه، فامنت وكسبت وبقيت على القمه ب 19 نقطه. شفت ازاي اللقاء النهارده والفوز على الجونه؟ ما انت لخصت اهو بالظبط. هو بص انا عايز بقى التفصيل. الميزه ان احنا جبنا الجون بدري، والشوط الاولاني فعلا كنا مسيطرين وكنا عاملين جيم كويس او تايم كويس. ليه؟ لان احنا كنا داخلين ومركزين
للجونه من قبل المباراه. في ماتشات يا كابتن هاني لما تيجي تنزلها تستهتر او الخصم مستواه او نتائجه اللي سابقاه، تحس ان انت راكب المباراه او هتكسبها في اي وقت وبسهوله. لا ده كان ده كان عكس. جونه عامل نتائج كويسه جدا في السبع اسابيع اللي فات، وعامل وهو النهارده لو كان عمل نتيجه ايجابيه كان هيبقى على القمه، كان هيبقى على القمه. مظبوط. فاعتقد ان كل العوامل دي خلتنا ننزل مركزين من بدايه المباراه لغايه نهايتها، او خلينا نتكلم على الشوط الاولاني لان هو ده الشوط اللي احنا كنا مسيطرين فيه بصوره كامله اعتقد، وجدنا فيه جون. بس الاحساس بقى او ردود الفعل او اكتشافك انت مع احداث مع سير احداث المباراه ان الجونه مش هي دي الجونه اللي انا داخل اللي انا نازل لها المباراه، بدات تفك منك، فبدات تفك منك وابتديت انت تريح وابتديت تضمن المباراه وان الفرقه دي لا مش مؤثره ومش هتجيلي وصعب ان هي تجيلي، ولو جات لي لا انا قادر ان انا ارد. يعني عارف كل الاحداث دي جات لك اثناء المباراه، فانت خلاص ضمنت الجيم بالجون الاولاني في 10 دقائق، فابتديت تسيطر زي ما انت بتقول كده. اكسب ايه بقى باقل مجهود بقى؟ حطيت ايدك على قلبك وقت تصويبه عربي بدر اللي جت جنب القايم في اخر الماتش؟ والله كانت كل هجمه على ناحيتنا بحط ايدي على القلب، لان 1-0 دي ما بتبقاش صح، مش مضمونه خالص على الاطلاق. ما انت ما حصلت قبل كده السنه اللي فاتت. مظبوط. كنا بنبقى كاسبين 1 وعلى الحركرك، وبعدين تيجي تتلط في اخر 3-4 دقائق او في الشوط الثاني، وبعدين تكلكع الامور على نفسك وما تعرفش تعوض وهكذا. فكانت اي هجمه الناحيه الثانيه خطر. كرة ملهاش كبير، لازم نبقى حريصين مع الكبير ومع الصغير. طيب بالنسبه لاحداث المباراه النهارده، الناس كانت مركزه شويه مع اشرف بن شرقي انه مش هو ده الحلول الكتيره، تصويبات وراسيات ومراوغات كانت غايبه النهارده، والتركيز شويه في الانفرادين حتى اللي جوله، سواء اللي شاطها في القايم او اللي عملها عرضيه غير متوقعه لان كانت يبدو ان هي سهله شويه انه يصوب. وهو خارج كمان كان واضح انه مش في المود، قلع التيشيرت وخرج على الاوضه على طول، ما عادش على الدكه. فالناس بتتساءل كان ايه المود اللي كان فيه النهارده اشرف بن شرقي؟ بص انا تفسيري الشخصي ان هو مش مركز او في حاجه بره الملعب شغلاه او قلقاه او مأثره عليه بره الملعب، ان هو كلاعب احنا عارفين مستواه وعارفين ادائه وعارفين امكانياته. حته ان هو يبقى مش موفق في مباراه واثنين بس ما تبقاش 3-4-10، هو لازم يقعد مع نفسه ويشوف هو بيعمل ايه غلط وما يعملوش، ويركز في الملعب ما يركزش في حاجه تانية بره الملعب. دي النقطه. النقطه الثانيه حته ان هو يخرج بزعلان، اي لعيبه كابتن هاني بيخرج من الملعب وخاصة ان هو مضيع فرصة واثنين، وبعدين تيجي تشده هو بيبقى حاسس ان هو هتيجي التالتة او هتيجي الرابعة لو جات لي تانية اكد عليها واجيب جون. فهو بيبقى زعلان ان هو خارج عشان انت ضيعت منه فرصة ان هو يجيب جون ويحسن صورته قدام الجماهير. فهي دي الفكرة كلها لأي لعيب بيطلع او انت بتشده وبتغيره اثناء المباراة. ايه اللي ممكن يكون شاغل بن شرقي حاليا؟ هل تعرفه؟ ما قابلتش لعيبه خالص غير اللي احنا عدينا. هل ورقيا تعرفوا يعني ايه اللي ممكن يكون مضايقه على مستوى الورق او على مستوى العلاقه التعاقديه بينه وبين الزمالك؟ ما اعتقدش ان في حاجه، يعني انا برضو مش عايز افسر، انا بقول لك تفسير الشخصي. التفسير الشخصي اكيد في حاجه، اكيد في حاجه شغاله، بس ايه هي ما نعرفش. لازم بقى الناس اللي موجوده تقعد معاه وتشوف الامور في ايه. مدرب ممكن يقعد معاه، مدير الكوره ممكن يقعد معاه، المشرف يقعد معاه يشوف ايه مشكلته. يحاول يصفي ذهنه عشان يركز في الملعب. اكتشفت انه كان مقدم انذار علشان ما بياخدش مستحقاته مع نهايه الموسم اللي فات. بص الحاجات ديت انا ما شفتهاش بس سمعت تمام، وما سالتش فيها لان انا زي ما قلت لك احنا جايين في مهمه محدده. مفهوم. انما وارد الوكيل بتاعه يعمل حاجه زي كده. كله اللعيب المحترف وخاصه لما يبقى جاي من بره، سيبك من اللعيب المحلي والمصري، من ان صعب ان هو يعمل حاجه زي كده. انما لما يبقى لعيب من بره ده اكل عيشه، وهو لما بيتاخر ما بنعرفش يعني ما بنبقاش عارفين ظروفه ايه. مزبوط. والتزاماته ايه. فمن الطبيعي او هنقول ايه، خلينا نمشي رسمي، من القانون ان انت عايز تثبت حقك كوكيل، فبتزق الامور شويه يعني. ما تحسش ان الناس اللي قدامك ان انا ساكت، لا. انا مش يعني معلش فاسف في التعبير، انا مش ابنكو او مش ابن مصر او مش ابن نادي الزمالك، لا ده انا راجل جاي محترف من بره وده اكل عيشي، فانا بزق الامور شويه. شيكابالا بالكلام عن اشرف بن شرقي كان بطل لقطتين، لقطه مع بن شرقي نفسه وهو بن شرقي خارج زعلان او مستغرب التغيير عشان ينزل مكانه مصطفى محمد. شيكابالا راح طيب خاطره لحد ما خرج اهدأ من اللي كان متوقع بسبب اللي عمله في بدايه، ان هو عرف انه هيتغير لما شفناه بيتكلم مع جيمي باشيكو. شيكابالا نفسه اللقطه الثانيه كانت طريفه شويه، مش على الشاشه، مش هتكون معانا على الشاشه، لكن كان هو وجوزيف جوناثان انجويم الظهير الايسر في كوره مشتركه، جوزيف حط كوره من بين رجلين شيكابالا كوبري، ما استناناش دقيقتين ثانيتين لان الكوره بقت مع شيكابالا
اول ما هدى توقعت ان هو مستني هيخلص مستني هيعوض الباك ليفت يجي، فاول ما جه حاول يلبسها له راح اول ما قطعها عمل له كده الباك ليفت، فكانت فاهم لقطه هو قال طريفه له انا، يعني قال له انا اريك انا انت جاي عايز لك اصلا. انت هي دي الحته بتاعت ادوار شيكابالا هاي بقى اللي هي بتاعت بن شرقي اللي احنا عايزين نركز عليها، هو مش دور الفني بس في الملعب، هو كابتن فريق. اي مظبوط. طيب بالكلام برضو عن المستوى النهارده او عن المباراه بتاعت النهارده، فرجاني بيرجع للمشاركه، اتكلمنا عليه شويه. مصطفى محمد بيرجع للمشاركه بعد قصه طويله قوي، يمكن فصولها ما خلصتش بما ان لسه ناقص 10 ايام على يناير انه يخلص، لكن شفت ازاي عودته للمشاركه في ضوء اللي كان بيحصل الايام اللي فاتت؟ لا العودة طبيعية ودي حاجة كويسة من باتشيكو، ان هو برضو راجل قاري ولماح وعارف وحاسس ودريان بال 25 لعيب اللي عنده، مش ال 11 الاساسيين ولا الثلاثة الاحتياطي او الخمسة الاحتياطي، لا هو قاري وعارف ويدور اللعيبة كلها كابتن هاني، وبيشوف امتى ده لاعبه وامتى اديله وادخله احساس المباراة لان انا هحتاج وهعتمد عليهم بعد كده. فاعتقد ان هو اشراكهم النهارده سواء 10 دقائق او ربع ساعه او الكلام ده كله بيديهم احساس المباراه اللي هم زي ما انت قلت قاعدين فتره طويله بقالهم. انما الاساس في الموضوع كله مفيش فريق ومفيش مدير فني هيعتمد على 15 لعيب ايوه طول الموسم، الموسم عندنا ممتد وطويل وانت بتلعب كل 3 4 ايام ماتش، فاعتقد مع الاصابات والايقافات وكل الكلام ده كله اللي احنا عارفينه هتلاقي ان انت على الاقل هتدور 20 لعيب. يعني انا في اعتقادي انا مش احصائي وما عدتش، انما ممكن الناس تعد، شوف كل الفرق اللي شاركت في الدوري وشوف اقل فرقه هتلاقيها شاركت على الاقل 18 لعيب دورتهم ان ما كانش اكتر. فاعتقد ان كل تلاحم الفرق، مباريات وموسم كل الفرق طويل و... هتلاقيها بتلعب ال 20 او على الاقل متوسط بتدور 20 لعيب في اه الملعب، محدش هيقعد يعني. تفتكر هل كان ليك دور في قصه مصطفى محمد دي وقت التفاوض مع النادي انا عايز امشي، سانت اتيان يبعت الزمالك يقول لا بعديها يقول هنشوف، كان ليك دور او نقاش في القصه دي؟ لحقنا طبعا جزء كبير جدا وحطينا توصياتنا كتابة في الموضوع ده. يعني احنا برضو كان ده اخر يوم، او لان الوكلاء برضو كانت مشكلة مصطفى ووكلاء عشان برضو وكلاء، نبقى كان ايه دور متفقين. الوكلاء في القصه؟ الوكيل يا كابتن هاني بيحاول يعصرك انت كنادي عشان يحقق لنفسه اكبر مكاسب، ما بتفرقش معاه اي حسابات تانية. يعني الوكيل ما بتفرقش معاه اي اعتبارات ولا اي حسابات، نادي بقى فريق لعيب الكلام ده كله، لا الراجل ده بيتكلم على ارقام، لا ابن نادي بص اي حاجه تانية حطها على جنب، وبعدين بيتكلم هو في ايه ماديات. ففي الاول في الاخر وقعدنا فيها كتير، نقعد مره واثنين وثلاثه، يعني انا من ضمن القعدات انا قعدت ثلاث مثلا مرات، ما قعدنا ثلاث قعدات مع واحنا مصطفى. موجودين مع الوكيل، تمام. وفيهم قعده كان فيها مصطفى. ايوه. وبرده الموضوع ممتد يوم واثنين، طب نغير الوجوه يمكن حد تاني يقدر يقنع الناس دي، انما الكلام بيبقى معاد ومكرر. انما احنا وصلنا للاخر، احنا كل دوت واحنا شغالين برضو في الاتجاه التاني بنخلص الاربعه الاساسيين تمام. بتوعنا، لان محمد مصطفى لسه عقده 22 23 ايوه مظبوط. الراجل معايا سنتين، فانا مش قلقان، انا بتفاوض وانا باريحيه، ايوه. خدت بالك؟ انما هل في نفس الوقت بتاع التفاوض ده كنتوا شغالين برضو بشكل موازي على مهاجم في حالة وافقتوا على العرض بتاع مصطفى؟ كل الكلام ده بقى عملنا فيه اجتماع مع باتشيكو في المرتين اللي احنا قعدنا معاه فيهم وكتبناه في مذكره، وكان من ضمن الحاجات اللي في المذكره دي او محضر الاجتماع اللي احنا عملناه وقدمناه لمجلس الاداره احد الحاجات دي، كانت في ايه؟ حاله ما اذا مصطفى محمد اتباع احترف ايا كان النادي او الشكل. المسمى، فاحنا عايزين في الحاله دي هنحتاج راس حربه وهنحتاج مدافع، ودي كانت احتياج الفريق، وده كان بص احنا كنا عاملين اولويات زي ما قلت لك، الاولويه الاولى للتدعيم، وبعد كده بقى نشوف بقى ايه، واحنا ماشيين كده براحتنا عندنا بقى في لعيبه مرحله تانية او اولويه تانية، كان في لعيبه هتتجدد لها بقى 21 وهيتعدل لها 22. و... لا هو بص انا كنت رافض حته حاجه اسمها تعديل، ليه؟ هو هيخلص 21 22 هعمل له عقد جديد، تمام انا بكمل بالقديم ده، ما فيش تمام حاجه اسمها يعني حته التعديل دي احنا كنا رافضين، انما لا انا اعدي لك بقى الجديد عقد جديد برقم انسب معوضك فيه بالنسبه بقى، لي. نحطه بقى شويه هنا يعني نظبطها مع بعض. كان مين المهاجمين اللي رشحتوهم وانتوا هما بتحطوا في ثلاثة المذكره؟ بس برضو عارفيني في الاسامي، يعني انما مش عايز احدد اسامي عشان برضو مش عايز حد يزعل، لان اوريدي خلاص مصطفى قعد فالدنيا ايه اتقفلت، ببدا ومصطفى قعد خلاص، نقدر نقول دلوقتي مصطفى اعتقد قعد. انا من وجهة نظري الشخصية انا ما اعرفش الامور مشيت تمام. او مشيت لفين او وصلت لايه، انما اعتقد ان هو قعد السنة والتر دي. بواليا كان احد الثلاثه دول؟ لا كان خلاص كان ولتر خلص تقريبا او اه كان اموره خلصت، لا اه كانوا ثلاثه موجودين، يعني كان اثنين هو مهاجمين صراحه وكان واحد ممكن ينفع ان هو يبقى مهاجم، خدت بالك ازاي؟ دول كانوا محطوطين اوليات واحد مش اثنين عايز ثلاثه، تقولهم؟
عارفين يعني، ما تمام. بحبش اتكلم على اسامي. وكذلك كنا حاطين برضو حسام حسن لاعب مدافع، سموحه اعتقد كان منهم، حسام كان واحد منهم اي مظبوط تمام. وثلاثه مدافعين برضو ترشيحات اولويات، اي اسامه جلال كان منهم يعني، ليه عشان ما برضو خلصتش لغايه النهارده؟ لان هي فيها تفاوض وكلام رايح جاي ما بين الزمالك وامتى؟ التفاصيل مش عندي انا، بقول لك الامور اللي لغايه لما كنا موجودين، فكل الكلام ده كتبناه بورق ده بعد قعدتكم مع باشيكو، بعد ما قعدنا مع يعني بعض. باشيكو كان عايز مدافع يعني، ولا قال لكم مش اولويه؟ احنا سالنا احتياجاته ايه، ايوه انت احتياجاتك ايه، محتاج تدعيم في ايه؟ قال لك في حاله ما ده لو مشي فانا عايز مهاجم وعايز مدافع، تمام ده كل المراكز اللي هو كان طلبها، ايوه عشان برضو الناس ما تروحش ايه اللي ما بعيد تبالغش. وما تبالغش، ده كان عايز مش عارف فين وفين وفين. لا هو طلب واحد واحد، ده لو مشي هاته عايز واحد، وده لو وده كان محتاجه. ودي كانت الايه، وقال لنا برضو على مجموعه ناشئين نهتم بيها ولازم نظبطها ونتمسك بيهم، وقال برضو على مجموعه ان احنا نعملها اعاره، وقال على مجموعه ان هي دي تتباع السنه اللي جايه. صنفنا الدنيا تمام. وستفنا الامور ورتبنا الاوراق وكتبنا كل ده بورق. مين من اللعيبة كان قال انه ما عندوش مشكلة في اعارتهم؟ كانوا ثلاثة برضو ما عشان تمام. برضو الحاجات انت عارف يعني بتعمل بلبلة يعني، لما طلعوا العيب ولا بيبقى موجودين لسه؟ موجودين، التلاتة في موجودين؟ منهم واحد طلع، واحد طلع، مصطفى فتحي. مصطفى فتحي. ليه مصطفى فتحي ما مش هو مصطفى فتحي اللي من 4 سنين اللي كان بيصول ويجول في مباريات الزمالك ضد المنافسين؟ بص مش عايز اجيب العبء كله او المشكلة كلها على المدير الفني او المدرب او اللعيب، تمام. بتبقى عملية مشتركة، انت ما بيحصلش توافق، انت كلاعب ما بتقدرش، اسلوب لعبك ما بيتوافقش مع وجهة نظر المدرب او العكس يعني، ما بيحصلش توافق، ايوه فعشان كده بتلاقي دايما اللعيب بيسقط من، ما فيش مدير فني مع احترامنا اللعيبة، في لعيبة كبار جدا ما كان في مديرين فنيين ما كانوش مقتنعين بيها مظبوط. فبيقعدها، فلازم يشوف له فرصة تانية. زمان كان على ايامنا ما يعني ما كانش في حتة الانتقال والاعارة والكلام ده كله، فكان لما يجي لك بقى مدير فني ولا مدرب مش متوافق مع اسلوب لعبه، فكان بتبقى سنه سودا بقى على اللعيب، يفضل مفهوم. قاعد على الدكه طول الموسم لغايه اما نشوف له حل وهكذا. فهي الفكره دلوقتي الاحسن دلوقتي بقى موضوع الاعاره اي بقى موجود، ما كانش بقت في حاجه يناير جميله، ده خالص ما في كانش الا وقته. في يناير ولا فبراير ولا اي حاجه خالص. كحارس مرمى ازاي تعاملت مع قصه عواد صاحب الراتب الكبير غير المشارك بانتظام بل الاقل مشاركه في الزمالك، ولاعب لسه بتجدد له اللي هو جنش اللي هو بيحمل صفه الدوليه، واللي انت دلوقتي بتمد مع عقد وهو شايف برضو الفوارق في الرواتب، اتعاملت ازاي في القصه دي؟ بتقعد بتقنع اللعيب، تقنعه بايه؟ اللي فات او اللي كان بيحصل ممكن يكون كان في حاجات كتير كويسه وحاجات كتير غلط. الغلط ان انت حاجه زي كده ما تعرفش تقدرها، ما ينفعش. التقدير ما يبقاش جزافي، ما يبقاش تقدير بالكم. بالكم يعني، معلش انا مع احترامنا طبعا لعواد والكلام ده كله، احنا حطينا سقف وقلنا ده السقف اللي المفروض النادي الزمالك ما يتعاقدش بيه، وده اقصى لعيب ياخده اللي هو خده مثلا شيكابالا كابتن تمام. الفريق، انما اي حد تاني ما ينفعش ان هو يتعدى الرقم ده. حته المبالغه بقى دي انت لازم تقعد، بتيجي بقى ليك انت بقى كمفاوض وانت قاعد مع اللعيب، تمام. لازم تقنعه بحاجه زي كده، ولازم هو يتفهم، ولو ما تفهمش انت برضو بتحاول تقرب المسافات، انما في سنين جايه برضو تانية جديد، ما انتوا قاعدين في النادي، انتوا مش اي ماشيين النهارده، انا مش هجدد لك سنه وهتقول لي السلام عليكم، والتاني برضو ما هو قاعد يعني، الدنيا كلها لازم يحصل فيها توافق، انما ما ينفعش انك تكرر الغلط، وده اللي احنا كنا بنرفضه. تفاوضتوا مع اي لاعب في تخفيض عقده؟ ده لا 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 خالص، خالص. العقد طالما اتعمل، بص العقد شريعه المتعاقدين، انا ما ينفعش اجي معاك واقول لك اصل مش عارف. لا انا ممكن في الجديد اقول لك لا مش هديك اللي انت بتاخده يعني، لو انت بتاخد 10 يا سيدي لا، الجديد بقى السنه لما يجي معاد تجديدك اقول لك لا انت واقف عليا بخساره، انا عندي كذا كذا كذا، انا الليميت بتاعك كذا، انت امكانياتك كذا، انا ظروفك كذا، انت واقف عندي بايه، العمليه بقت تبقى حسبه هات وخد، وهو لازم يبقى مرضي ومقتنع، لو مش مرضي ومقتنع والله دي امكانياتي وخلاص. إعارة محمد صبحي كان الخيار الأمثل بما إنه راح للاتحاد السكندري كحارس مرمى يعني ضمن 3 تانيين دوليين. اعتقد ده لان هو صغير وهياخد احتكاك وهيرجع لي في يوم من الايام، بعكس الثلاثه التانيين هو اصغرهم، فهو لو كان قاعد رابع او لو كان قاعد هيقعد ثالث برضه، فمش هيحتك، وهو برضه عنده ظروف ان هو عنده منتخب اولمبي، اولمبياد. فبرضه احنا بنساعده في دي، واعتقد ان فادته وبتفيد نادي الزمالك بالدرجه الاولى، لان هو السنه دي او اللي بعدها هيرجع لي، هيبقى عندي اللهم صل على النبي يعني. ابو جبل وعبد الله جمعه كنتوا بتتكلموا في كيفيه تمديد التعاقد بتاعهم؟ عبد الله جمعه واحد من الثلاثه اربع لعيبه اللي احنا
ان كانوا اولويه تانية، تمام، هنبتدي نتكلم عن نقاط في التجديد. لكن مشيتوا قبل ما تنفذوا دي، قبل ما توصلوا للمرحله ما دي. هو دي مش ما كان ما عمرها ما كانت هتبقى مرحلتنا، لان المرحله دي ما اعتقدش ان هي كانت ممكن تبقى الموسم ده، كانت ممكن تبقى في اخر الموسم، ايوه واحنا ما مفهوم. كناش باي حال من الاحوال اعتقد ان احنا ممكن نقعد لاخر الموسم، لان زي ما قلت لك احنا كان مهمتنا الاساسيه ايوه والرئيسيه ان احنا نجدد للي كانوا ايوه هيمشوا دلوقتي. يعني انت عندك واحد هيمشي النهارده، ايوه فانت لازم تخلص له، تخلص الموضوع دلوقتي. فكان يعني اولويه تانيه، واعتقد الناس اللي موجوده يعني الكلام ده خلاص بقى موجود ومكتوب، فما اعتقدش ان هم يعني هياخد فيه هياخد طب مجهود يعني. ليه مشيت؟ يعني بالظبط كده، انا رحت بلغت الاداره ان انا خلاص مهمتي انتهت، كان ايه نيتك او ايه السبب اللي جواك اللي خلاك تعمل كده؟ بص، الحاجه الفنيه اللي فيها كوره خلصناها، كابتن ايمن يونس خلص جزء كبير وانا كنت موجود معاه، وانا كان معايا الملف بتاع اللي كان متعلق بتاع اتشن بونج، كنت بقعد بتفاوض مع الوكلاء بتوعه عشان القضيه اللي علينا، كان علينا 1,200,000 دولار، وقعدت ووصلت معاه لديل واتفاق. وصل لكام؟ برضه بلاش الارقام عشان بس أقل؟ عشان طبعا بكتير، أقل طبعا عن 1,200,000. بكتير. هو أصلا وصل لمليون ومتين دي بسبب ده ده الحكم تقصير؟ ده حكم ده أه حكم وصل محكمه. لمليون ومتين بسبب تقصير، يعني الرقم كان أقل وزاد بسبب إن في تعطيل للقصة؟ سبب للاسف، للاسف أيوه الشديد، ودي حاجه برضو يعني الحاجات اللي الوحشه اللي موجوده اللي احنا ما بنحبش ان هي تتكرر، إيه هي؟ ان انت كسلت او مش نسيت او سهي عليك او اهملت ايا كان المسمى انك تحضر جلسه. انت عندك ميعاد جلسه في الفيفا، جلسه السماع، تعالى اقعد قول الكلمتين اللي انت بتقولها، فما حضرتش فرحت واخد حكم. هو عدم الحضور ممكن يوصل، يعني ما حضور انت جلسة ممكن يؤدي والله لمضاعفة الرقم؟ ده اللي انا سمعته في الشؤون القانونيه، ودي الحقيقه، لان الكلام دوت ليه لا؟ ده فيفا، انت بتبعت للراجل ده والمحامي بتاعه والمحامي بتاعك، وانت عندك جلسه، طب انت ما حضرتش، ما قدمتش اوراقك، دفوعك، الكلام اللي بتثبت بيه ان الراجل ده خد مستحقاته، فلما انت ما تحضرش، طب ما هيقول لك ايه؟ يبقى انت فعلا ما اديتلوش مستحقاته، فراح حاكم له. فانت دلوقتي عندك ايه؟ جلسه ثانيه. فاحنا نزلت بدل ما الرقم بدل فانا مع بدل ما اللاعب نفسه. فبدل ما نقعد في جلسات ومكلفه على فكره انك تعمل صح. استئناف والكلام ده كان مكلف، فاحنا حسبناها، فقعدنا مع الوكلاء وصلنا لاتفاق، وبرضه قدمت بيه ورقه للساده افراد المجلس الاداره، وانت اعتقد ان هم يعني ماشيين في الاتجاه ان احنا نخلصها ودي ان شاء الله. ونجم كان هيمشي، كان محتمل يبقى من ضمن الراحلين في يناير، كان ايه رأيكم الفني في القصة دي؟ مفيش، بص يا كابتن هاني، يعني حته الناس اللي كان بيجي لها عروض وكان هيمشي وكان هيروح، مفيش ولا واحد جاله عرض رسمي من كل الناس اللي احنا كنا بنسمع. احنا طول ما احنا كنا قاعدين كنا بنسمع حاجات كتيره جدا، وهي دي خلي بالك اعتقد ان الفتره اللي دايما الناس بتروح وتيجي فيها على الميديا، على صح الميديا بس صح او في السوشيال او في لا بس التواصل. ونجم بحسب ما ورد الينا كان قصه من عند باشيكو نفسه، هو اللي بيقول انه ممكن يبقى الموضوع يمشي. انتوا كان رايكم الفني ايه؟ بص، اي حاجه كان ممكن يقولها المدير الفني احنا كنا هنوافق عليها، تمام. لان احنا خلاص طالما اديت الثقه لمدير فني في حاجات كتيره مش هتيجي عند اللعيب هو قال لك رايه فيه، لو جاله عرض استفاد بيه او اعاره ويرجع يمكن يكون هو مش شايف له دور في معاه، فمن باب اولى ان انت تستفاد بيه اعاره بدل ما يقعد جنبه، مش مفهوم هيعمل مش مفهوم. هتستفاد بيه طالما هو مدي قرار او مدي راي في لعيب، فده اعتقد وجهه نظر منطقيه يعني. الأهلي تاني كان نقطة قلق عندكم وقت عرض وصل لأحمد سيد زيزو؟ هو مفيش برضه كابتن هاني، لسه بقول لك اهو، لا سيد زيزو جاي، مفيش اي لعيب بدون تحديد، مفيش اي لعيب جاله عرض عرض رسمي رسمي. بما فيهم مصطفى محمد وسانت اتيان، لا، لكن ده عرض ده تخاطب رسمي. الوحيد اللي جه رسمي وجه متاخر برضه يعني عشان تبقى فاهم اي يعني جه متاخر برضه اي ما هو الوحيد نفس القصه زيزو، يعني اول ما ما هتقولوا فيش. تمام هنتفاوض هيروحوا باعتين لا 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 العرض. لا لا ماشي، طب انا هقعد اتكلم معاك يعني، انت معلش انا اسف، انت هو البيع والشراء دلوقتي بقى اونلاين يعني على الهواء، على في لا السوشيال مش ميديا، في في البرامج، البرامج، انا لا اسف يعني مش في في البرامج البرامج. الرياضيه، انت تقعد معايا او اجيب لك ضيف او تجيبني ضيف واقعد واقول لك انا جايب، انا وكيل مثلا، فانت جايبني فهقول لك اصلا انا جايب عرض لزيزو وجايب عرض الجنش وجايب عرض الشيكابالا، ما ينفعش الكلام دوت، لازم يبقى في اصول. انت طيب لو كان وصل كنتوا هتقلقوا نفكر من قصة ان ممكن نفكر. يكون لا القصة لا دي كوبري للأهلي؟ بص، احنا بنتوقع كل حاجه، الفكره كلها مش مساله كوبري او انطره، الفكره كلها انا محتاجه ولا لا، اي فهي اللي هيفصل بيني انا محتياجاتي ايه في الفتره دي للعيب الفلاني وتمنه هيعمل ايه والكلام ده كله، فانا بشوف احتياجاتي ما ببصش جنبي، مش عايز انا في طبيعتي او بطبيعتنا كان ده هدفنا او ده كان مبدانا
احنا ما بنبصش حوالينا، احنا بنبص ونشوف اهدافنا ايه ونسعى ان احنا نحققها، غير كده ما كناش بنشغل بالنا. تعثر الاهلي اتبعه بيان من الاهلي عن الاخطاء التحكيميه بحسب الاهلي ضد الاهلي، شفت ده ازاي في الايام اللي جايه بالنظر لان مسؤول الاهلي الكابتن سعد حفيظ اتكلم على مقارنه ما بين الاهلي وما بين الزمالك، كزملكاوي وكمسؤول لم يمر سوى ايام على انك سبت المنصب، حسيت ده ازاي؟ بص يا كابتن هاني، موضوع التحكيم دوت يعني مش هنبطل كلام عليه، مش الاهلي والزمالك بس، كل انديه مصر. فاحنا لازم نحط مبدا، والمبدا ده يكون واضح للكل وللجميع. هو احنا عايزين كوره وعايزين تحكيم ولا مش عايزين كوره ومش عايزين تحكيم؟ عايز وجهه نظر شخصيه وقناعات شخصيه. احنا هنفضل كده طول ما حيينا، طول ما حيينا مش هيحصل جديد، الامور هتفضل على كده. الاهلي يتغلب يعترض، الزمالك يتغلب يعترض، الاسماعيلي يتغلب يعترض، اي فرقه حتى مع هتتغلب الفار، هتعترض. حتى في وجود الفار يا كابتن هاني، حتى مع وجود الفار الخبر الحكام بتوعنا في مصر مختلفين مع بعض، فانت عايزني انا كلاعب اقول لك ايه؟ طبعا هو الفار معلش بيعمل ايه؟ الفار برضو بيرجع يخليك تتفرج على اللقطة بزوايا مختلفة، اتفرج بإعادة عليها بقى بكل على حاجه. هدوء انت كده ما انا ورواقة. مش عارف المفروض بقى يقلعوا اللعيبه تحت جوه في الملعب يعني عشان تعرف مين فاول؟ لا، احنا كحكام مختلفين فيها، يعني انا مش هقول لك انا كمتفرج عادي، فانت منتظر ايه من المتفرج العادي والجمهور؟ احنا الحكام نفسها مختلفه في لعبه، فاحنا مش عايزين نخش في تفاصيل، يعني اعتبرها اخطاء بشريه ونمشي هذا ونتقبل ونمشي الامور. يا ما كل واحد هيطلع تاني يوم الصبح بعد ما يخسر بونت ولا اتنين يشتكي، فهلا كده بقى برضه. وانا اعتقد ان هي هتفضل طول عمرها كده، يعني عمرنا ما تمام. هنقتنع بحته ان هي اخطاء بشريه. اخيرا، هل في حقيقه وراء الخبر اللي اتقال ان ممكن تمسك شركه الزمالك لكره القدم تبقى رئيسها؟ لا، ما اعتقدش، ما اعتقدش ان انا الكلام ده كان قاله الكابتن ايمن يونس. يعني هو ممكن يكون ايمن كان متفائل شويه، لان موضوع اصلا تاسيس الشركه دوت عايز موافقات وتصريح، يعني عايز روح، تصاريح. عايز تصريح كتير. وما اعتقدش وجهه نظري الشخصيه، يعني لان الموضوع ده بيثار على مر الاجيال ومن من زمان كل الناس عايزه مشروع الشركه. ما اعتقدش ان الدوله كدوله هتوافق لاي نادي انه يعمل كده. محل عملها اعلن والكابتن مصطفى عبده رئيسا لشركه طب ما المحله لكره القدم. يقولوا لنا بقى الشروط او التصريح دي او الظروف بتاعتها ايه؟ اساله بقى. ما هو شركه محل، ما هو اورين شركه، ما هو انا غزل محل. لا، شركه كره قدم تبقى حاجه منفصله لما عن هو يبقى المجلس شركة، الاداري. بص، لما هو يبقى شركة غير النادي، النوادي الأهلية، يعني أنا أعترض زي، طب ما هو مصر المقاصة، ما أنا شركة، ما هو الجونة، ما هو شركة ليه بس؟ ده راجل مستثمر. الأندية اللي هي أساسها في الأصل شركات، هي دي أعتقد اللي ممكن يكون من السهل إن أنت تقوم عامل كده مثلا زي إدارة، أو تقوم عامل تقول لك أنا عندي شركة كرة القدم. كابتن حسين السيد، أخيرا ممكن كلمة تقولها لجمهور الزمالك عن فترة توليت فيها المسؤولية وفترة دلوقتي انتقلت فيها لصفوف المشجعين؟ والله يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، دايما نادي الزمالك عايش بتدعيمكم كجماهير، واعتقد ان احنا ادينا دورنا في الفتره الصغيره اللي احنا كنا متواجدين فيها، وانتوا الباقيين وزي ما تعودنا وزي ما عودتونا دايما خليكم دايما في ظهر نادي الزمالك. كابتن حسين السيد بشكرك، شكرا جزيلا، نورتني وبسطت جدا بوجودك. ربنا يخليك يا استاذ هلال، شكرا ليك. الف شكر.